انه نحكي اكثر عن السوق السقطيه وعن اسواق المدينه القديمه. سيد جان مغماز مدير محافظه حلب للامانه السوريه للتنميه، والسيده ايلين كيلو مديره الاثار والمتاحف. يسعد صباحكم. تصحيحا، صباح مديره الاثار والمتاحف سابقا. سابقا اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. بالبدايه يعني نحن موجودين مبسوطين اول شيء بضيافه حضرتكم، يعني حلب اهل الكرم واهل الضيافه. خلينا نبلش مع حضرتك سيد جان ونحكي هذا السوق، سوق السقطيه، قد ايه بيعني لاهالي حلب وقديش مرق حتى صاحبين المحل بوقت كان يمكن من بعد ما حرروها للمنطقه ابطال الجيش العربي السوري، قديش كان حجم الدمار قبل ما يصير بهذا الجمال؟ صباح الخير. صباحك. اكيد سوق السقطيه هو يعني موقعه بمركز الشارع المستقيم اللي بيمتد من باب انطاكيا لسوق الزرب، يلي بيعتبر الشارع الشريان تبع حلب القديمه، وممكن يتشبه كمول بس بشكل افقي ما هو بشكل عمودي. كان يدخلوا اي شخص من الزوار ببلشوا من باب انطاكيا بياخذوا اغراضهم ليوصلوا بيطلعوا من اخر السوق، المواد اللي بدهم اياها كلها موجوده للبيوت تبعهم. خلال فترة الحرب احترق بشكل كامل السوق، البجي كان قبل ما يتأهل كان القباب كلها لونها أسود، الحجر أسود، المحلات الخشب كله طبعاً البواب راحت، حتى أصحابين المحلات نفسهم وقت اللي كانوا عم بشوفوا الصوان عم تحترق كان بالنسبة لهم يعني يوم سيء. بس بنفس الوقت بعدين وقت مرحلة التحرير كان هيك رجع بلشت الروح ترجع، اكيد في حزن على الشيء اللي شفناه من الخراب اللي صار، بس بنفس الوقت حتى نقول في مثال انه بنقدر نرجع، فكان ترميم السوق هو واضح كيف اي خراب كيف ممكن يرجع بصوره احلى. نعم، الحمد لله انه يعني اليوم نحن موجودين بهذا المكان وهو عم يستعيد ألقه. سيده ايلين، خلينا نحكي شوي عن اسواق مدينه حلب القديمه. هي اسواق متداخله الى العديد من الاسواق وكلياتها كل وحده منهم الى مهنه الى حرفه، بيلاقي يمكن المتسوق او المبتاع كل غرض خاص بكل سوق. اليوم هي الاسواق خلينا نحكي عن اهميتها التاريخيه شوي. هلا مثل ما قال استاذ جان، اسواق حلب القديمه تمتد من الجهه الغربيه، هلا نحن مبدئيا موجودين بالمحور الرئيسي لسوق المدينه اللي بيمتد من جهه باب انطاكيا من الجهه الغربيه باتجاه سوق الزرب اللي هو امام القلعه باتجاه الشرق. طبعا اهميه الاسواق تكمن بانه هي من اكبر واطول واقدم الاسواق المغطاه في عالميا. فعليا طول الاسواق المدينه حوالي 15 كيلومتر. طبعا هي يعني تشمل تخصصات، في عنا تقريبا 37 سوق. نحن هذا الخط الرئيسي اللي نحن فيه حاليا، مثلا سوق السقطية الحالي هو متخصص ببيع اللحوم والمكسرات بشكل عام. بيمتد لقدام شوي عندنا سوق العطارين اللي هو كان متخصص بالعطارة. طبعا كان في اسواق الساغة، اسواق سوق النسوان مثلا، سوق اسطنبول اللي بيبيع الأقمشة الى اخره. طبعا هو تخصصي، ومثل ما قال استاذ جون يعني بيدخل الانسان بيدخل لهون ببلش من اول السوق لاخره واخذ معه كل شيء. طبعا كان مستقطب لاهالي حلب، ويعني اهالي حلب كلها هون كانت إضافة للأرياف. طبعا هو كان مستقطب للأرياف أيضا. هلأ مدى أهم ليش للأرياف كان مستقطب أكثر؟ بصراحة هن كانوا يعني المركز الرئيسي للتسوق حلب، يعني بصراحة مو بس للأرياف، للمناطق اللي محيطة حواليها. فسوق المدينة كان أساسي، يعني كان لما بده يجي حدا لحلب لهون. طبعا في عنا الأسواق الحديثة هذا له وضع مختلف تماما، لكن هون الأصل والمنبع. مثلا حتى نحن كحدا مثلا بيعيش بمنطقة حديثة إلى آخره، فلما بنجي نتسوق بعض الشغلات تخصصية مثلا ناخذ العطاره، ناخذ الشغلات هيك الاقمشه التقليديه الى اخره، فبننزل على سوق المدينه، فهذا امر كثير طبيعي. ف يعني عن جد الشيء اللي صار بسوق السقطيه بعد التحرير شيء بزعل باسواق السقطيه وباسواق المدينه القديمه كلياتها. فاللي شفناه بعد التحرير من 4 سنين، يعني انا كنت حدا من الناس اللي نزلوا بعد التحرير باربع خمس ايام، نحن ناس عاشقين للمدينه القديمه، فنزلنا بأوقات الخطر، فكان صدمة كتير كبيرة الشيء اللي شفناه. يعني شيء أنت بتعشقيه بتحبيه وعم تحافظي عليك أنت بعيونك، فجأة شفتيه بهالشكل. فيعني نحن سعادتنا كتير كبيرة أنه هلأ نحن قاعدين بهالمكان بعد التحرير بعد الترميم،
وكل الشكر لكل الجهات اللي شاركت، يعني وان كنا نحن قلنا ايد في الاشراف كذا، بس انه هن يعني الله يعطيهم الف عافيه. موضوع مؤسسه الحمد لله الامانه السوريه، الجهات الداعمه، محافظه حلب، يعني كل الجهات اللي دعمت هذا المشروع، يعني الله يعطيهم الف عافيه انه وصلونا لهالمرحله اللي نحن فيها، انه قاعدين بهالمكان الجميل. اكيد بنوجه لهم تحيه. اكيد. وبفتره زمنيه كثير قليله، يعني عم نشوف حتى رجعت العجقه، الناس عم يمرقوا بالكادر معنا، عن جد ما في احلى يمكن مشهد برد الروح. يعني ترميم سوق السقطية تقريبا فترة سنة وشوي، بعام 2019 كانت اقل من اقل من كانت 8 شهور، 8 شهور ما طبقت السنة ب 8 شهور. يعني بدنا نحكي عن الجهات يلي دور الامانه، خلينا بالبدايه نحكي كيف هن تعاونوا مع اصحاب المحل، مع المحافظه ومع الجمعيات الاهليه ان كانت او الاجتماعيه لاعاده. بالبدايه كيف تم وضع هي الخطه على الورق، كيف تم طرحها، وبظرف 8 شهور صرنا بهي الجماليه؟ هلا بدي اذكر انه سوق السقطيه ترميم السوق حاصلين على جائزه اكرام. تمام. هلا اذا نرجع هيك شوي بس لورا، اول ما شفنا السوق المدينه القديمه، عمليه اعاده التاهيل اذا نحكي بس الحجر تتطلب كوادر وايدي عامله. للاسف بسبب الشيء اللي صار بالحرب على سوريا صار في هجره للايادي العامله، فكانت فكره نحن اوكي في تمويل وفي ظروف جاهزه، بس مين راح يشتغل باعاده التاهيل تبعيتها؟ فنعمل مثل دوره تدريب حجر للاشخاص الموجودين، سواء كانوا من اهل المدينه القديمه او حتى هم من خارج المدينه القديمه، من اهالي حلب عندهم الرغبه كيف يرجعوا يشتغلوا بالاحجار بطريقه اثريه، الحفر، القصة، الامور كلها. هالتدريب كان طبعا تعاون مع مؤسسه الاغا خان ومديريه الاثار والمتاحف. بناء عليه توفرت عنا ب 23 شخص هم من الكوادر الوطنيه اللي بتقدر صارت تكون جاهزه لعمليه الترميم تنطلق فيها. بعدها تم اختيار سوق السقطيه. سوق السقطيه المراحل تبعيته هي بعد ما تمت معاينته صار في اول ناحيه بنفكر فيها هي انا كيف بدي احيي سوق، بدون ما اكون عم فكر بس بكلمه تاهيل، اللي هو بس عم بفكر كيف بدي ارجع شيء العمراني فيه. بالاخير حلب هلا شاركتوا اصحاب المحلات بالافكار وبالخطه صح؟ يعني عاشوا جو الترميم معكم. لانه اذا نحكي حلب، هي حلب اوكي غنيه بقيمه التراث المادي تبعها، بالنسيج العمراني تبعها، بس في قوه موجوده فيها هي المجتمعات المحيطه فيها، وهون تركيز الامانه اكثر. انا كيف فيني ارجع هي الروح احيها من اول وجديد لحتى هالمحلات ترجع تفتح تشتغل، ما يضل اي ترميم عم يكون هو بشكل متحف. يعني اوكي هي اي مكان حلو هو بناسه وباهله. فبلشنا فيه بسوق السقطيه اول شيء باجتماعات، جمعنا اصحاب المحلات، خبرناهم انتم اول اشخاص رح يكون تم انتقاء السوق تبعيتهم. طبعا ما احكي الفرحه والغيره اللي صارت عن باقي الاسواق بهالمناسبه. بس ليش تم اختياره اول شيء؟ هو تم اختياره واحد لموقعه، لانه هو كان بنص الشارع المستقيم، وبنفس الوقت كانت من الاسواق اللي هي اقل ضررا. فلحتى عمليه الترميم تكون سريعه تماما. بس لما نوعده انه باقي الاسواق نحن ماشيين بترميمها ان شاء الله. نعم ان شاء الله. بناء عليه بعد ما صار الاجتماع معهم تم انتخاب لجنه من المحلات، نعدهم 53 محل، تم انتخاب لجنه من الاشخاص بتمثلهم. اي صعوبات وتحديات كانوا عم بتواصلوا معنا كامانه لحتى نقدر فينا نقول نزلل هالتحديات لهم وتمشي الامور باسرع. نعمل دراسه لكل محلات حاجاته، بسبب الحرب انسرقوا اغراضهم، انسرقوا موادهم الاساسيه اللي كانوا عم بيشتغلوا فيها، فتم تزويدهم كلياتهم بهي الامور. نفس الوقت المحل ترميمه من الخارج على السوق كانت الجهات اللي عم ترممه، بين الامانه ومؤسسه الاغا خان، مدير العام الاثار المتاحف، وزاره الثقافه، طبعا محافظه حلب. الترميم من الداخل كمان كان في كلفه على صاحب المحل، كمان كامانه ترممت المحلات من الداخل لحتى يكون الظروف كلها مواتيه لهالاشخاص تقدر من الداخل كل محل نفسه، عشان نحن نحافظ على روح الوحده 100% حسب وظيفه المحل. يعني نوعا ما موضوع كل محل من جواته نفسه هو في سيستم معين، في قوانين معينه اللي هي بتمشي على الانظمه الدوليه، لانه نحن عم نحافظ على مدينه قديمه، ما هو بالضروره يكون كابي يعني على الكل. هو فعليا في شروط اساسيه هي بالبنى التحتيه وهي حسب المهنه. يعني انا سالناك، اللحام هو
شكله الداخلي غير المكسرات. هلا نحن رح شوي هيك نورجيهم للمشاهدين، رح نقوم نتعرف بعد شوي على شكل المحلات من الداخل، كيف كل واحد مثل ما ذكرت حضرتك حسب المهنه. كمان يعني سيده الين، وقت نكون عم نحكي عن هي الاسواق القديمه اللي هي عالميا كثير مهمه وهي عالميا كثير معروفه، وقت تضررت هذا الضرر، خلينا نحكي عن ردات الفعل يلي بهذاك الوقت اجتكم كمديريه اثار ومتاحف عن هي المدينه القديمه فعلا يلي تضررت بهذا الشكل، وهي مسجله عالميا كاقدم اسواق يعني. هلا مدينه حلب كامله مسجله على لائحه التراث العالمي لليونسكو. هلا اسواق المدينه هي شيء نقطه كثير مميزه، نقطه علام عنا بحلب، ففعليا ردود الفعل كثير قويه كانت، وكثير يعني بالذات بصراحه يعني انا بقدر اقول لك على ردود الفعل الداخليه اكثر من الخارجيه، وهي اللي بتهمني اكثر. يعني فعليا اهل حلب يعني لما عم بيروح اي جزء من المدينه او عم بتضرر، فهو بحس انه من جواته عم بتضرر. صحيح. ما بخطر لك حلب وسكان حلب قد ايه بيحبوا المدينه القديمه، يعني عندهم اياها خط احمر، يعني ما يعني اي شيء بيصير يعني بتحسي بقى العام. يمكن لهيك شفنا هلا شغف الترميم كان في شغف وبهالطاقه، في عندهم يعني باشن مثل ما بيقولوا بمدينته القديمه، يعني جربي اعملي اي غلط بتلاقي الراي العام الحلبي يعني عامل مشكله. فكان كثير مشكله، المشكله الاكبر انه نحن كمديريه اثار، هلا نحن بنداوم بالمتحف الوطني اللي هو تقريبا مو كثير بعيد عن المدينه القديمه، وانا من الناس اللي ما طلعوا اثناء الحرب، يعني كان عندنا يعني انه كثير صعوبه انه ما عم نقدر نصل، كان الاوضاع يعني كثير سيئه وكان الوصول صعب. هلا وبناء عليه مع اول يوم يعني ثاني يوم خلينا نقول ثالث يوم التحرير كنا كلياتنا صرنا بالمدينه القديمه، اول شيء على الاسواق التقليديه، وهلا انا بالذات على منطقه الجديده اللي هي بتعنيني بشكل خاص لاني كنت مساهمه بعمليه ترميم بمرحله معينه. فيعني قلت لك كان الشعور كثير صعب، بس بنفس الوقت كان في عندنا حاله هالروح القويه انه نحن بدنا نرجع، بدنا يعني نعمل شيء لحتى نرجع اللي راح. فاول ما صار اي بارقه امل فتمسكنا فيها بكل قوتنا وساهمنا بكل قوتنا، وان شاء الله يا رب تستمر الامور. ان شاء الله اكيد يا رب. بس يا جان خلينا هيك نعيش العالم الكواليس يلي عشتوها، وخلينا نحكي اكثر عن دور الامانه، ونحكي اكثر عن الكفاءات يلي اشتغلت بهذا المكان. هن اكيد كان في كثير خبراء، كان في كثير مهندسين لحتى نحن نحافظ على إعادة هيكلية هي الأبنية والحجارة، ولكن بنفس الوقت نحن محافظين على روح القدم فيها. 100% الترميم تبع هالمحلات، أول شيء التدريب تبع الحجر كان في مهندسين هن خبراء أجانب. مين اللي اختارهم؟ اللي تم الاختيار بين الأمانة ومؤسسة الأغاخان بالتعاون مع بعض، نعمل مقابلات للأشخاص كلها ونشاف السيفيات تبعيتهم، مين أشخاص مشتغلة قبل، مين أشخاص ما مشتغلة، بس هي فعليا واضح أنه هن عندهم رغبة بدهم يرجعوا يتعلموا. كنتوا متوقعين أنه يكون بهي الصورة؟ يعني ما كنتوا خايفين أنه هلأ وقت كانت بعد على ورق أنه ما كنتوا خايفين؟ يعني من التنفيذ بدك بصراحه إيه؟ لا ابدا بالعكس. يعني كان الاشكال اللي عم يعني نشوف وين نروح فيها، فهو طالما طريقك واضح وين تمشي بالاخير فبكون هيك اسلس، بينما وقت تكون ما عندي الخطوات لقدام انا وين رايح، هون واحد هيك ببلش. هلا يمكن في كثير تساؤلات عن الاحجار الموجوده هلا هون بهالمكان، عن هي القباب، عن اليات الترميم اللي كانت. خلينا نخبر كمان العالم، هي الاحجار هل هي كانت موجوده؟ رجعتوا اشتغلتوا عليها؟ جبتوا احجار جديده؟ كيف بتحافظوا على وقت بنحكي نحن عن ترميم بنكون عم نحكي عن شيء كثير دقيق، انه نحن بدنا نضل نحافظ على روحانيه المكان، يعني ما فينا يمكن ندخل شيء كثير جديد أو مواد كثير جديدة ومختلفة عن المواد اللي كانت مستخدمة سابقا بهي الأسواق. صح. هلا أكيد أنسى إلها بموضوع الأحجار والمواد الأساسية هي اللي كانت بدون جهاز الإشراف اللي عطينا التفاصيل أول بأول. تخبرنا عنه. وتعطينا التفاصيل أكثر بالأمور التقنية عشان ما أكون عم باكل الحق أو أنقص نقطة هي بتكون عند الاختصاصيين. هلا بالنسبه لاحجار حلب القديمه، اول شيء عمل اول بعد التحرير هو عمليه جمع الاحجار. تم جمع الاحجار بمبادرات شبابيه وبمساعده بعض المنظمات بانه نجمع الاحجار قدام كل مكان، يعني حتى لو بيت عادي بيت عربي عادي الاحجار تبعيته يتم تجميعها وفرزها بحيث نعيد استعمالها، لانه بصراحه ما بيرجع الاصاله الحقيقيه للموقع الا باحجاره الرئيسيه.
الأساسية القديمة. هلأ بالنسبة لسوق الساقطية الدمار اللي فيه مو كتير كبير، يعني كان تقريبا فينا نقول 30 لـ 35% في شوي تضرر بالأسقف القباب، طبعا الواجهات بنية تحتية، وهذا الشيء اللي قامت فيه المؤسسة الأغاخان. هلأ حتى الإضاءة هي طاقة أو هي طاقة شمسية موجودة، مثل ما شايفين الأضوية كلها ضواية بديكور هو كله مدروس من قبل المؤسسة، وطبعا مثل ما بنعرف انه اي مشروع بتقدم لهيك شيء بيجي لمديرية الآثار بيتم الموافقة عليه وبعدين بينطرح لحلب، وبنعمل مثل لجان فنية لمتابعة العمل، وكانت اللجان من كلياتنا مع بعض. إذا بالعودة لموضوع الأحجار، حقيقة هون ما اضطرينا كثير لمشكلة بالأحجار، بس في بعض المواقع هلا حاليا عم نرمم سوق النسوان مثلا، في كثير بتلاقي الناس حوالينا عم بيقولوا انه عم نشوف كثير حجر أبيض، عم نشوف وأهل حلب بتضايقوا من المنظر انه يعني هذا جديد عم تفوتوا لنا اياه بالمدينة القديمة. طب في بعض الأسواق الحجر رايح مع الأسف دمارة يعني كثير هائل، فهذا الحجر تم دراسته حتى بالجامع الأموي، يعني تم دراسة الأحجار بطريقة فنية لدراسة مقاومتها، ما بقى فيك كتير تستعمليها. هلا ممكن ندخلها كديكور كإعطاء تعتيق، بس إنه في بعض الأماكن لا، ما مع الأسف فقدنا هالأصالة. إن شاء الله مع الوقت طبعا هلا بنقوم بتعتيقها عن طريق ضرب الشاحوطة، عن طريق التعتيق بالمواد الطبيعية، ولكن بالنتيجة الحجر الأساسي راح. هون لا، ما كان في مشاكل مع الحجر الحمد لله. الحجر نفسه يمكن شيء كتير بسيط تم استبداله، وحتى الاستبدال كان بحجر، بتذكر استاذ جان، بحجر قديم، يعني حتى حجر قديم من اماكن مختلفه، يعني حجر قديم مش من اماكن بالمدينه القديمه، بعض الاماكن بالمدينه الحديثه قديمه تم تعتيقه وبعض التخريجات يعني، والا بشكل عام لا ما كان فيه الضرر الكبير. تمام مسيو جان، بالختام دور الأمانة السورية في إعادة ترميم الأسواق القديمة في حلب، الخطوات القادمة اللي رح تعملها الأمانة السورية بالتعاون مع الجهات الأخرى، ولكن خلينا نخص الأمانة بالختام. 100% هلأ نحن بعد ما أهلنا سوق الساقطية صار بدنا نغذي له يعني مدخل من المداخل تبعيته، في مدخل هو عبتم بمبادرة من الأهالي أصحابين محلات اللي هو سوق الحدادين، كان على الأرض بشكل كامل، هلأ إذا تعدوا تلاقوا المحلات كلها ارتفعت، بقي بس عملية تركيب البواب لألا. المدخل الثاني لألو هو سوق خان الحرير يلي الأعمال تبعيته انتهت، باستثناء بقي أعمال تغيير البلاط تبع الأرضيات ومد الكهرباء، بتكون أموره جاهزة 100%. وهلأ حاليا عم بصير العمل على ساحة الفستق، بنكون وصلنا بشكل كامل مدخل لسوق الساقطية. الأمانة عم بيكون دورها بشكل ترميمي للمحلات بالخان الحرير مثلا، تم ترميم عبر الأمانة 42 محل، وبساحة الفستق عم بيتم ترميم 18 محل كلهم من قبل دياري الأمانة السورية للتنمية. الدور المجتمعي اللي هو التواصل مع أصحاب المحلات وتشكيل لجان، هذا اللي عم نركز عليه كمان لحتى نشوف الحافز لهالأشخاص نبلش نرجع، هي دعوة لكلياتهم. كمان تأمين عمل يد عاملة محلية كمان قد ايه مهم، في كثير أشخاص إنه نبلش شغل بإعادة الإعمار، نحن عم نشوف في شغل عم يتأمن لكثير من الناس. صح، هي أكيد أي محل هو فرصة عمل عم يكون عم ينفتح لهم. بنفس الوقت بهالظروف هي أكثر الأمور هي عم تكون في مشاكل قانونية، أنا المحل تبعي الرخص تبعيته كيف ممكن أطيلعها؟ كيف ممكن طب اللي راحت الرخص والثبوتيات؟ في فريق بالأمانة من ضمن برنامج الاستجابة القانونية مكون من حاليا 24 محامي، المحاميين عم بتواصلوا مع أصحابين المحلات كافة لحتى يشوفوا شو هي الأمور القانونية اللي هن بحاجة لمساعدة، سواء كانت استشارة أو حتى تدخل، اللي لازمه سند ملكية عم تم مساعدته بهالأمور هدول، اللي لازمه أي هيك استفسار قانوني فالمحامين جاهزين معهم بشكل كامل. ويمكن هن أصحاب الأسواق معروفين لأنه هي المهن عم تكون عم يتوارثوها الأجيال، لهيك معروفة هي الأسواق القديمة بعائلات معينة بأشخاص معينين عم يكون لهم هذا تماما أبا عن جد، وعم يتوارثوا هي المهن حتى عم يطوروا عليها ليها، يعني شفنا كثير أشخاص كانوا عاملين أنه نحن شوي طورنا شوي غيرنا والأسواق تغير فيها بعض المهن. نحن كثير بدنا نتشكر وجودكم معنا لليوم للمعلومات اللي حكيتوا لنا اياها شوي اليوم عن آلية الترميم وكيف صارت، واكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق بكل المراحل المقبله بترميم الخانات والاسواق القديمه الجميله جدا في هي المدينه العريقه. شكرا.
شكرا لكم. شكرا كثير لكم الست إيلين كيلو مديرة الآثار والمتحف سابقا، وكان لك دور كثير كبير بإعادة ترميم سوق السقطية وأسواق حلب القديمة. الله يعطيك العافية. يعني نحن أكيد فخورين بالسيدات السوريات يلي أخوات الرجال. كمان بدي اتشكر مسيو جان مغامز مدير محافظه حلب للامانه السوريه للتنميه. شكرا كثير لك. شكرا لكل الناس، ما بدنا ننسى حدا اللي ساهموا بعراقه هذا المكان واعادته من جديد. شكرا كثير، يعطيكم الف عافيه.